إبراهيم السويد مراسلنا من باريشا. مرحبا إبراهيم. نعم أهلا معاذ. كيف هو الحال عندك في باريشا؟ نعم معاذ، يعني منذ قليل أتيت من منطقة حارم ومنطقة بسنيا، يعني بعد هذا التغطية المتواصلة هناك في تلك المنطقة كانت قد انتهت فرق الدفاع المدني من انتشال يعني ما بقي تحت الأنقاض. الآن هناك يعني بعض المناشدات أيضا عن مفقودين في منطقة بسنيا، هناك أحد الفرق أيضا توجهت إلى تلك المنطقة. لكن بالنسبة إلى منطقة هنا حيث أتواجد، هنا منطقة مخيمات، الآن عدت وبدأ يعني أشاهد يعني أو أتجول في هذه المخيمات. هنا أشاهد أن بالفعل عدد الأسر ازدادت بشكل كبير. هنا المخيمات لم تعد قادرة يعني على استيعاب أكثر من ذلك. بالأساس كانت الخيمة الواحدة يعني تتسع لعائلتين هنا في هذه المنطقة، وكان هناك ضغط كبير جدا. اليوم هناك أيضا يعني بعض المنظمات أقامت بعض يعني مشاريع الإيواء هنا في هذه المخيمات، مشاريع إيواء التي أيضا شاهدتها في منطقة حارم ومنطقة سلقين، التي أيضا سلقين لا يزال العمل جاري حتى هذه اللحظات على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. بشكل عام يعني معاذ، ما أشاهده هي حقيقة كارثة إنسانية. اليوم أغلب الأهالي بحاجة إلى مساعدات عاجلة هنا مع اشتداد البرد القارس. أتحدث معاذ اليوم عن دخول موجة صقيع صباح هذا اليوم، التي بدأت درجات الحرارة دون الصفر مع ساعات الصباح هذا اليوم بدأت تشتد، خاصة في منطقة المخيمات والتي هي بالأساس تواجه يعني أزمة إنسانية صعبة جدا هنا، أن انعدام لمواد التدفئة، وبالتالي أصبح ضغط كبير اليوم على هذه المنطقة. استجابة المنظمات يعني هنا هناك استجابة، لا أنكر لاستجابة المنظمات، لكن الدعم محدود حتى هذه اللحظة. المنظمات نفسها أطلقت عدة حملات طبعا للوصول إلى هذه الأسر، التي يعني أيضا أنا شاهدت أثناء طريقي معاذ من تقريبا منطقة سلقين إلى جبال باريشا قرابة حوالي 36 كيلومتر تقريبا على طول هذا الطريق، هناك مئات بل ربما يعني آلاف الأسر المنتشرة يعني ضمن الأراضي الزراعية، ومنها يعني داخل سياراتهم، والبعض الذي لا يملك سيارة توجه باتجاه المخيمات أو توجه باتجاه يعني المراكز الإيواء التي تم إنشاؤها. وهذه اللحظات بالفعل أتحدث عن يعني هذا مركز إيواء، ما الذي يضم هذا مركز الإيواء؟ هي مراكز يعني لمراكز الإيواء التي يتم إنشاؤها من قبل المنظمات هنا. أتحدث عن مدينة حارم تحديدا، الحديقة المتواجدة في مدينة حارم تم تحويلها إلى مركز إيواء إقامة الخيام الذين تضررت منازلهم في مدينة حارم، خاصة مدينة سلقين أيضا تم إنشاء. يعني إبراهيم، مركز الإيواء هذا خيام صحيح؟ خيام ومدارس ومساجد. اليوم حتى المساجد رأيتها في مدينة سلقين تحوي على أسر مهجرة. طيب والماء والماء والطعام؟ هناك استجابة لكن هذه الاستجابة هي محدودة. اليوم معاذ نتحدث هي بالأساس اليوم استجابة المنظمات الإنسانية بشكل عام لن تتجاوز 30%، وعدات الدول التي قالت بأنها سترسل مساعدات إلى الشمال السوري، وبحسب إدارة معبر باب الهوى حتى الآن لم تدخل أي مساعدات إلى الشمال السوري باستثناء فريق الخبراء الذي دخل من المصريين إلى منطقة جنديرس. الباب بحسب إدارة معبر باب الهوى، باب الهوى حتى الآن هو مفتوح ولم يتم إغلاقه منذ بداية الزلزال، وحتى هذه اللحظات باب الهواء مفتوح لدخول المساعدات، وحتى الطرق التي قيل عنها أنها يعني هي غير سالكة من معبر باب الهواء، جميع الطرق التي من معبر باب الهواء إلى جميع المناطق السورية المتضررة في الشمال السوري أؤكد لك معاذ هي سالكة بسهولة، ويستطيع أي منظمة التنقل ضمن هذه المناطق والزلازل أو المناطق التي ضربتها الزلزال هنا، وحتى المنظمات تستطيع أن تتنقل باتجاه هذه المناطق. لكن أؤكد لك يعني بحسب ما شاهدته الاستجابة حتى الآن ضعيفة لهذه. هو الكل يتحجج بالطرق والمعابر مقفلة، وزير خارجية تركيا يقول نعمل على فتح معبرين، يعني الكل يتحجج بهذه مسألة الطرق. أنت تؤكد أن جميع هذه الطرق مفتوحة، وغيرك كذلك إبراهيم سويد مراسلنا طبعا من مراسلين أكدوا هذه المعلومة. قبل أن أذهب إلى أنطاكيا إبراهيم سويد، الفريق المصري هذا يتبع للإيهاها، لا يتبع للنظام المصري، أليس كذلك؟ نعم نعم بالتأكيد، هو دخل بخبراء وفنيين مع وفد لمنظمة الإيهاها التركية وتوجهت باتجاه جنديرس، هم عبارة عن خبراء. اليوم ما يعني أريد أن أنهي وليسوا من الدولة المصرية،
نعم، هي نقطة مهمة جدا يعني معاذ. اليوم الداخل السوري هنا مناطق الشمال السوري لا تحتاج إلى عناصر أو فنيين، تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة ومساعدات بالآلات الثقيلة. الآن التوجه إلى منطقة جنديرس، جنديرس الآن هي أكبر منطقة منكوبة بعد سنيا وبعد أرم التي انتهت منها فرق الدفاع المدني وتوجهت إلى تلك المنطقة. الآن المساعدات ربما يعني تتوجه إلى مناطق عزمارين سلقين وإلى منطقة جنديرس، لكن حتى الآن لا تتوجه هذه المساعدات عبر معبر باب الهواء الذي هو مفتوح، وأؤكد لك بحسب إدارة معبر باب الهواء والعلاقات العامة في المعبر. إبراهيم السويد مراسلنا من باريشا، شكرا جزيلا.